في مدينة مومباي يودع هؤلاء موتاهم بعد أن فتك بهم فيروس كورونا، رقم قياسي جديد في الهند يظهر حجم المأساة، فالإصابات تجاوزت 16,900 خلال 24 ساعة. أما جارتها الصين مهد الفيروس القاتل، فهي منهمكة في إجراء اختبارات جماعية للسيطرة على أي تفشي جديد للوباء. ففي بكين وحدها فحصت السلطات الصحية 3 ملايين عينة لنحو 2,043,000 شخص. المخاوف تتصاعد من موجة فيروسية جديدة في القارة العجوز أجبرت ألمانيا على إعادة فرض الحجر على أكثر من 600,000 شخص بعد اكتشاف بؤر جديدة للفيروس غربي البلاد. وفي باريس تفتح أبواب برج إيفل بغياب السياح. الوضع في الولايات المتحدة أكثر سوءا، فحصيلة الوفيات تخطت 120,000، والفيروس ينتشر بوتيرة متسارعة في تكساس وفلوريدا، بينما فرضت نيويورك ونيوجيرسي حجرا صحيا على الوافدين. وبالنزول إلى دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية لا تبدو الصورة أقل قتامة، فبؤرة الوباء حاليا فيها، وعداد الوفيات بالفيروس سجل 100,000، وحصة البرازيل تعادل أكثر من نصفها، وخبراء الصحة يؤكدون أن البلاد ما زالت في طور الموجة الأولى للفيروس. ارتباك عالمي بسبب جائحة كورونا، دول تخفف إجراءات الحجر الصحي والإغلاق وأخرى تشددها وسط تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية. فالعالم سيتجاوز الأسبوع المقبل عتبة 10 ملايين إصابة.